دكتور طارق، المستجدات ايه في القضية الفلسطينية؟ وايضا عايز اعرف من حضرتك تحركات المصرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. يعني المستجدات مرتبطة بوضع الراهن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. نحن امام خطوات ربما تكون خطوات مهمة في محاولة لتقريب وجهات النظر. الجانب المصري أو الوسيط المصري بيتحرك بجهد كبير وجهد متراكم طوال الفترة الماضية لاستمرار دوره الكبير ومحاولة طبعا لإحداث نجاحات في تطور الملف. وأعتقد أن المفاوض المصري لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق هذا وإمكانيات متراكمة يعني يستطيع أن يقوم بها في مواجهة تحركات لأطراف إقليمية أخرى لتريد أن يعني تدخل على الخط. وهذا طبعا أمر يعني جرى ويجري بطبيعة الحال في مساعي أطراف إقليمية لتوظيف الملف الفلسطيني. إحنا موقفنا من مقاربة المنامة عبر عنه وزيرنا وزير الخارجية سامح شكري وهو في موسكو حينما أكد على ضرورة أن يكون هناك استكشاف للمنامة وما يليها. يعني القاهرة تتابع ما يجري بالنسبة لكل الطرح الأمريكي اللي بيحصل في المنامة بطبيعة الحال وما يلي في إطار الدور الإقليمي اللي بتلعبه مصر. الدور الإقليمي وطبعا ده مهم بالضبط حضرتك، وأنه لن يكون هناك أحاديث خاصة بالشأن المصري، بالتالي ما يتردد في بعض وسائل الإعلام المعادية لنا أنه مصر ضمن أي تفاهمات ستجرى، هذا غير صحيح. نعم. والوزير سامح شكري قال في موسكو هذه العبارة مهمة، رسالة لها توقيت في إطلاقها طبعا ولها معناها في هذا التوقيت. أي. ربما القاهرة تقدم التسهيلات المعتادة ونحن بطبيعة الحال نقدم تسهيلات للأشقاء الفلسطينيين. ولا أحد يمكن أن يزايد على الدور المصري في هذا، ونحن بندعم المفاوض الفلسطيني وبندعم الشرعية الفلسطينية وبندعم الأشقاء في قطاع غزة. بندعم لكن التفاوض مش نيابة عنهم، الأمر واضح وصريح. لا نفاوض باسم أحد أستاذ عزة كما تعلمي حضرتك، موقف مصري سابق. لا نتحدث باسم أحد. نعم. الجانب الفلسطيني له يعني قيادة مسؤولة وقيادة معترف بها دوليا، كل نعم. ما هنالك أننا ننسق مع الأطراف المعنية ونقدم رؤية فيها نوع من الاتزان، رؤية عقلانية، ونتعامل مع كافة الأطراف. القاهرة لديها طبعا مصداقية للانفتاح على كل الأطراف في المعادلة الفلسطينية الصعبة، سواء كان مع الجانب الإسرائيلي سواء مع الجانب الفلسطيني في القطاع وفي الضفة. لدينا تحركات كبيرة وبطبيعة الحال مع الجانب الأمريكي، وبطبيعة الحال الدور المصري بيمر في كل الاتجاهات في هذا التوقيت. ولكن ما بين قوسين مهم جدا ان احنا نؤكد على انه ده بيتم في اطار ضوابط ومعطيات الامن القومي لمصر بالاساس وفي طبعاً المقام الاول طبعا.